وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. في هذه الآيات يبين الله تعالى أنه ما خلق العباد عبثا، وإنما خلقهم لغاية عظيمة، وهذه الغاية بينها في كتابه، فقال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولم يتركنا سدى ولا يتركنا سدى، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي كما يروى عنه رحمه الله تعالى: أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. الله ما خلقك ساي، خلقك لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى. عشان كذا أي زول يضيع الأمر ده هو في الدنيا تعبان. هسا أي زول تلقاه ما عنده شيء من العبادة، وتلقاه في إعراض، وتلقاه في غفلة، تلقاه منشغل بالدنيا عن الآخرة، ذا بتلقاه تعبان في الدنيا دي، تعبان وما مرتاح. لأن الله تعالى قال في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ورب العزة والجلال قال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أشكي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يحدث أصحابه. أسمع الحديث ده كويس. فدخل ثلاثة نفر جو داخلين المسجد، فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، واحد قاعد قدام بيسمع فيه خير، ونظر الثاني فاستحيا فجلس خلف المجلس، واحد بيسمع من بعيد برضه فيه خير، ونظر الثالث ثم أعرض، بس عاين ومشى طوال وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، في خير شديد، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. ده ذول بحب الدين لكن عنده انكسار. شكي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في موقف عرفة، الناس في عرفة، بعدين قال: وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى،
ثم قال إن شر هؤلاء أنا. قال أنا ذا فضيل بن عياض، قال أنا أسوأ زول في الناس دي، ناس عرفة كلهم. فلذلك في زول تلقاه فيه خير لكن يقول أنا ما بشبه ناس الدين ديل، وفيه خير تلقى بعيد بيسمع، بيسمع بعيد من بعيد وهو داير الدين. قال لك وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، ده برضو الله بيرحمه. وأما الآخر يا الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وده ما بيرتاح. أي زول يبعد من الدين ما بيرتاح، كذا يجرب النازل أسألهم. واحد تلقاه عنده قروش وفي البنك وعنده عمارات وعنده عربات ومخازن وتجارة، وتلقاه وضعه المادي يعني زول، يعني يقول لك فلان ده مرطب، فلان ده مرتاح. إن جيت سألته قلت لها كيف، تلقى بنبز أكثر من الفقراء. هسه أنا لقيت في البلد دي أكثر الناس اللي بنبزوا في الغالب ديل أصحاب الأموال. يقول لك الدولار ارتفع، في ناس فقراء ما بمسكوا دولار في يدهم ذاته. تسألوا يقول لك والله الحمد لله مرتاحين ماكلين وشاربين والصحة تمام. شوف ده فيه خير كيف. واحد لقيته في غرية بعيد، جاءت المناقل بعيدة جدا في المنطقة ديك، وزول عمره قريب 70 سنة الآن يتوفى رحمه الله، بيأذن في المسجد. قلت له حالك كيف؟ قلت له انت كيف يا عمنا وجاي حفيان ما عندني على ذاته ويأذن في المسجد؟ قلت له انت حالك كيف؟ قال لي والله أنا راضي من الله، بس هو اللي يرضى مني. شوف الزول ده كلمته كيف. قال لي أنا راضي من الله، هو اللي يرضى مني سبحانه وتعالى، نسأل الله يرضى عنه. ولذلك يا جماعة كثير من الناس في ضنك، ليه؟ ما ليه قلة المال. أنا أسيب أوريك السبب شنو. عنده قروش كثيرة ما مرتاح. واحد تاني تلقاه صحته تمام ما مرتاح. واحد تلقاه متزوج أجمل امرأة في البلد برضو ما مرتاح. واحد تلقاه عنده 10 جهلة أولاد عنده برضو تلقاه متضايق. واحد تلقاه رتبة كبيرة وعنده مكانة وعنده منصب برضو تلقاه زهجان. والزهج ده عشان يزحوه تلقاهم بيتخذوا وسائل لا تسمن ولا تغني من جوع. يا واحد مشى بار الكورة، هلال ومريخ وبرشلونة وريال مدريد وما بعرف والدوري شنو ما بعرف والدوري ايه، تلقى بتاع كورة زاي، لما يموت تلقى جاري ورا الكورة دي، ويمكن يموت بصدمة بتاعت سكري ولا ضغط لأنه طقوه يتنام في الكورة مشجع وغلبوه يموت عديل. ولا كمان تلقى مباري حاجة تانية، مصارعة ولا مسلسلات ولا سياسة، يشوفك البلد دي كذا وكذا وده كبري وده زلط والمستشفى والهناء تلقاه بتاع سياسة، عمك كبير تلقى ومن جريدة لجريدة. ولا تلقاه بتاع غنى، والكبير في السن تلقاه باري في الغنى، لقيته باللفة والألم اللي عليه خفة، ألم بتاع شنو؟ ألم بتاع شنو؟ وتلقاه يبكي ويدمع في الغنية، يجيبوه ذاك يغني له وتلقاه يبكي. الرحلة بعيدة والدنيا حزينة، عمك يحزن طوال، انت بتحزن زاي؟ انت بتحزن بيدا؟ ده يغشك يا اخي. الرحلة بعيدة، ما عارفين نحن بعيدة لكن ان شاء الله نصل الى رضا الله مش رحلتك دي. وتلقاه واحدين كتار يعني تلقاهم في البلد دي، تلقاهم نوق وحزينين ديل يا جماعة، والله كلهم ما بيرتاح. ليه ما بيرتاحوا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القلب خلة. القلب ده أي قلب فيه محل فاضية. في القلب خلة لا يملأها إلا ذكر الله. القلب ده قال لك فيه محل فاضي، والمحل دي ما بتملأ حاجة، لا قروش لا ضحك لا غنى لا أي شيء إلا ذكر الله.
وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله. أشكي رب العزة والجلال قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زول بتلقى عابد ده عنده عبادة بتلقى مرتاح، صلي في المسجد والناس في الحفلة وتلقى في المسجد ماسك له مصحف يقرأ. وأسأل الناس اللي بيقروا القرآن كثير، أسألهم أقول لك أنا والله مرات المصحف ده أقول إن شاء الله ما أقوم منه بس أكون كده، وتلقى يتلذذ بالقرآن. اقرأ القصة، قصة يوسف، يقف معاه وقفات كثير، استخرج فوائد جمع. ويقرأ سورة القصص، شوف قصة موسى عليه السلام مع فرعون. ويقرأ سورة نوح، شوف قصة نوح مع قومه عليه السلام. وهكذا يقرأ القرآن ويعظم الله سبحانه وتعالى وينشرح صدره. عشان كي رب العزة والجلال قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دي أول شيء في الدنيا، هنا في الدنيا دي بكون مرتاح. هسه أسأل الناس اللي بيصلوا كثير وبيذكروا طوال تلقى يذكر في الله سبحانه وتعالى، تلقى ماشي وجاي مرتاح ومنشرح. هسه يدل عليك الله قام الصبح صلى حاضر في المسجد، واحد قام 8 صباحا، ديل الاثنين واحد والاثنين بيكونوا منشرحين وكذا ما بكون، مع انه ده قام بدري لكن تلقاه الصباح مرتاح يمشي شغله ذاته منشرح ويحس بنشاط. ذاك يقوم كسلان ويتنفر وانا مستعجل ولاحق الزمن وشنو، وساوي 10 مشاكل مسافة تصل الشغل ذاته، في المرور مشكلة وفي ده مشكلة وهكذا. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خلقنا الله من أجل هذه العبادة، والزول اللي بيواصل في العبادة دي الله سبحانه وتعالى ما ضيق عليك. يعني ما تفتكر الكلام ده إنك ما تأكل كويس ولا ما تشرب ولا حياتك خليها عادية في حدود الشريعة، يعني أسكن إن شاء الله عمارة ما بزو سالك، ألبس أحسن لبس ما بزو سالك، أركب أحسن عربية ما بتناقض الدين في شيء، وتزوج وعيش حياتك عادي، لكن عارف إنه الله خلقك للعبادة. دي واحد. اثنين، العبادة تقوم بها حق القيام ما استطعت. الصلوات فرضت عليك تصلي في المسجد 5 صلوات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال مجاهد أي صلاة الجماعة، تصلي طوال في المسجد. لأن الله تعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن رجب يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يأتونها في المسجد. تلقى زول بصحته وعافيته وتلقاه يصلي في بيته، رجل بدل يصلي في المسجد تلقاه يصلي في بيته. انت العبادات دي تقوم بها، يا رمضان تصوم، في اليوم يكون عندك ورد من القرآن إن شاء الله جزء ولا جزئين كل يوم تقرأ قبل الصبح بعد الصبح بالليل، المهم تشوف وقت تتعبد الله سبحانه وتعالى، تصلي صلاة الضحى قبل ما تمرق لأنه دي بتعتق الجسد كله زي ما في صحيح مسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، صلي صلاة الضحى تمام. وهكذا تجتهد في الطاعة، تغض بصرك عن الحرام، لا مسلسلات لا أفلام لا في الشارع تتفرج، في ناس كل يوم سيئات ردوم في المواصلات يتلفت بالقزاز انت بتتلفت وتلقى الشارع جت حافظه بيها افطاطه حافظه برضه بيتلفت، ذا عارفه بعاين لمتين ده ذاته
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأهم شيء العبادة دي تكون خالصة لله، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شان يعبدوني أنا الله سبحانه وتعالى. والعبادة دي الله ما بيرضى فيها الشرك. قال وقضى ربك، قضى حكم، وقضى قضاء شرعيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه براه بس، وبالوالدين إحسانا. ورب العزة والجلال قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله تعالى قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأمسك القرآن ده كله توحيد، كله أمسك من الفاتحة إياك نعبد وإياك شنو نستعين، تمشي البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تمشي آل عمران من البداية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ده التوحيد ذاته الحي القيوم. تمشي سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمشي سورة المائدة تلقى توحيد برضو في آخرة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ده التوحيد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تمشي سورة الأنعام طوال بعد المائدة الأنعام، قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. تمشي سورة الأعراف قال الله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تمشي سورة الأنفال بعد طوال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بعد قال وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. وفي السورة دي ذاتها الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تمشي طوال بعد سورة التوبة من البداية تلقى توحيد وحرب على المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة يونس بعد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة هود، هود ذاته قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد سورة يوسف، يوسف خاطب صاحبي السجن فقال يا صاحبي السجن
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الرعد بعده رب العزة والجلال قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، بنادوا غير الله، بنادوا غير الله في الشدائد يا فلان ويا علان، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. زول لو يدي مدا كذي مش بتجيب موية، لكنه باسطة مدا عديل مسطرة بتجيب موية، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، تركت الله سبحانه وتعالى وإذا علقت بالأولياء ما لنا الأولياء. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، مش ليك انت، لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ يقولوا الله بدي الجنة وفلان يدي الجنة، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. متمس قدام القرآن ده كله بعد سورة إبراهيم رب العزة والجلال قال فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، دي لا إله إلا الله في التفسير، كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء في العلو، فكذلك لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء في العلو، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دي أطيب كلمة لا إله إلا الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك والكفر، كشجرة خبيثة الحنظلة في التفسير، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. السورة البعادة طوالي سورة الحجر رب العزة والجلال ختم قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. البعادة النحل رب العزة والجلال قال فيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. البعادة سورة الإسراء من بداياته ألا تتخذوا من دوني وكيلا، من دوني وكيلا، وفي نهايته وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بعد سورة الكهف آخرة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والقرآن كله لو واصلت لك فيه كله، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورة الصاد رب العزة والجلال قال فيها سورة الصاد عن الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سورة قاف رب العزة والجلال قال فيها وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. ف
فألقياه في العذاب الشديد. وكل القرآن ده ابن القيم قال توحيد كله، فتشوا. وللأسف الليلة أغلب المسلمين خلي الكفار. العالم ده قبل كم سنة قالوا فيه 7 مليار بشر، قالوا فيه 7 مليار، 6 ديل ما مسلمين كفار، 6 مليار 1 ديل بينتسبوا للإسلام، 1 بس من 7. والمليار ذاته شوف اللخبة الفيه، مليار ذاته تزبل المسلمين، شوف اللخبة الفيه. واحد تلقى في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى يتكلم في أي موضوع تلقاه يقول لك كويس، التقوى تمام، بر الوالدين ما مشكلة، الطهارة وأحكام المياه كويس جدا، الصلاة تمام، فقه الصلاة كويس، صلاة الجنازة تمام، تكلم في الطلاق وفي الإيلاء وفي الظهار وفي أحكام الزواج ما عنده أي مشكلة، والعدة ما عنده مشكلة. مجرد ما تجي تتكلم في التوحيد قال للناس اتعلقوا بالله زي ما بتقولوا في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أبقوا قدر الكلمة دي، إياك نعبد يعني ما بنعبد إلا أنت، وإياك نستعين ما بنستعين بغيرك يا الله سبحانه وتعالى، بغيرك. مما تشرح لا إله إلا الله وتفصلها طوالي بيزعلوا، والله مزاجي أنا مشيت مساجد، مسجد واحد قال لي ما تكلم لنا في المسائل الخلافية، خلافية، قلت لي أصل مسائل خلافية دي ما بتكلم لك فيها إن شاء الله. زول دخل المسجد ومرق منه صلى، بعد الصلاة لقى نجاسة في ثوبه، دي خلافية بين الفقهاء، صلاته صحيحة ولا ما صحيحة، والراجح إنها صحيحة، فيها خلافية، مسائل الجلود وكذا وكذا فيها خلافية، هل الجلد بعد بتاع البهيمة بجوز تسويه أحذية ولا ما بجوز وكذا وكذا، وجلود ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، مسائل خلافية، التيمم ده ضربة ولا ضربتين، خلافية، حاجات كثيرة خلافية. يعني أنا بتكلم لك قلت له في مسألة ما فيها خلاف، تب لا إله إلا الله بس التوحيد ده، قال لي دي الخلافية ذاتها، لا إله إلا الله خلافية، يعني قلت لها أنا قلت أعبد الله، الدار اختلف معاي ده يقول لي شنو، روانا قلت له أعبد الله سبحانه وتعالى، الدار اختلف معاك ده يقول شنو. لذلك الناس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف المسألة دي يا جماعة كثير من الناس ربطها بأشياء بجهله، يا إما يقول لك نحن موحدين، شوف لنا حاجة تانية دي قالوها بدري، شوف لنا حاجة تانية دي قالوها بدري. الله سبحانه وتعالى أورد في القرآن قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل الموضوع، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. دي أول شبهة، يقول لك غير الموضوع ده، ده أهم موضوع، ده أهم موضوع، 1. 2 يقول لك يا مولانا الآن التبرج والمعاصي في الشوارع دي والحاجات، والناس دي انشغلت بالفيسبوك والواتساب، والشباب دي فلفل وشعر وما بعرف لبسوا فنايل كيف، بناطلين كيف، لبسوا سلاسل وأشياء وأغلال وحاجات، والمواضيع دي يا مولانا كذا ناقش لنا المواضيع دي، المواضيع دي كلها كان التوحيد ده نجد تمام في قلب الزول كلها بتزول،
كلها بتزول. لأنه يا جماعة التبرج ده رب العزة والجلال قال فيه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لما كانت في جاهلية كان في شنو؟ تبرج. لما تزول الجاهلية والناس توحد الله، تاني المرأة بتعظم الله، تاني يا دوب بتلبس شنو؟ الزي الشرعي. المعاصي دي كلها أزول مجرد ما يوحد الله سبحانه وتعالى. توحيد ده قال لك مثله زي الشجرة دي قبل شوية تلون الآيات، قال لك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. الموحد ده لما يقول له الله أمر بكذي سبحانه وتعالى طوالي بسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والغلا شايفوا ده الغلا ده والضيق والصفوف بتاعت البنزين وصفوف العيش والمصائب دي كلها، والله الذي رفع السماء لو التوحيد مشى تمام في البلد دي والله كله يزول إلا ما بنصدق القرآن. لأنه في القرآن رب العزة والجلال قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات. يا أخي نحن ناس ما ناقصين البركة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ناس بحاربوا في الله سبحانه وتعالى حرب. هسي الربا دي مش الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هسي أمشي السوق العربي بكرة الصباح تلقى ذا خاتي له فكة حديد ما شفته في طرابيزة، فكة وقريشات كذي، يجي المساعد يديه 10 جنيه يقوم هو يرجع له الفكة كم؟ 9. ده ماربة، ده اللي بحاربوا الله بجنيه. مساجد مقفولة من التوحيد، تكلم في التوحيد تزول وهابي، انت زول انصار سنة، انت زول جاي من السعود وانت سوداني زيهم، ما في وهابي ولا في انصار سنة ولا تبقى اي شيء، ابقى مسلم مستقيم موحد. ابزعل المسلم يا اخي ولك وهابية وما في وهابية في الدين والله. واي زول يقول الكلمة دي اللي بقى قادوره يوم القيامة، انه الله قال ما يلفظ من قول الا لديه شنو؟ رقيب عتيد. ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا كلمة بعدين بتتحبس عند الصراط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان يتقي الله في نفسه. توحيد ده والله سبب الخير، والله الذي رفع السماء. لأنه بلدنا دي الليلة في أي شيء، الناس يا أخي الموية برا مالحة يشتروا فيها. بلدك دي تفتح المأزور وتشرب تقرطع بمزاج، قرطع قرطع بمزاج، تمشي النهر قاعد نهرين قاعد وأكثر، بحيرات وحاجات كثيرة جدا، ترع قاعدة في البلد، زراعة برقتك من المسجد ده تزرع لك حاجة بكرة الله بقويمة طوالي جاهز. يسافروا من البلد دي ليه مكة، اشتغلوا في السعودية بواد غير شنو في زرع، هذه دي ما اتقلبت الشغلة، بلد فيها زراعة، يسافروا للبلد اللي ما فيها شنو؟ وانت المفروض يجوا يختربوا في السودان هنا، انت تمشي تخترب لهم هناك. تعرف السبب شنو؟ لانه هنا في مشاكل. المشاكل وين؟ اهم شيء العقيده. لانه الناس لليله بيقولوا لا اله الا الله، وبيقولوا نحن على التوحيد، والطفل بلدو بيعلقوا في الكمون. امس مشيت دكان، والله الذي لا إله غيره، مشيت دكان لقيت شباب بيتونسوا جنب الدكان، واحد قال لي رقشتك دي يا أخ مكسرة، والله قال لي تبدلها بواحدة سمحة وتربط لك كمون. شو عقيدة وتربط لك شنو؟ كمون. في كمون بيحفظ؟ واحد في بزبط قال لي في واحد قريب ولا صاحب عنده موتر رابط فيه كمون عشان يحفظوا له، قال الغنماية جات ماشية بالشارع أجارك الله ما أكلت إلا الكمون. الغنماية كتر خير يعني، هذه الغنماية هذه المعزة، الغنماية جات لافة بس أكلت الكمون ومشت، ما غنماية ظريفة أكلت الكمون. وده الخاتين يحفظ شنو؟ الموتر.
وهو الخواجة صنع الموتر ما رابط لك كمون، الصنع ذاته في بلده ما رابط لك كمون، ولا ذاك صنعه وينه في الهند ولا وين ما ربط لك كمون ذاته. يا عربية يجيبوها جديدة كرت، داق الخواجة الصنعة ما سوى لا أي شيء وسايقة في الظلط وماشي بمزاج. خواجة داق عيونه ظهري هنا لونه كيف كذا، في بلدنا يقول لكن ما ضبحت لها بتجيها كفوة، أصله ما تضبح لها يشتريها طوال يسوق أبقى مارك ما تسوي لها أي شيء، ولكن ما ضبحت لها وشيل الدم تلصقه في القزاز طق طق، تتغسله ولا تجلبطه بالدم يا أخي؟ إذا خدت لها دم أقول يا جماعة عمارة يقومها من الأساس، تلقى يشتت في العيش الحب تحت، ده من شنو؟ من الجن، وجن ولا حمام بيشتتوا العيش حب، وجن بيشتتوا العيش حب، وشتتوا في الفكة بتاعت الحديد وضابحين في العتبة. يا أخي ما أقول يا جماعة، في بيوت في البلد دي بيوت، بيت تلقى بيت فيه قرون فوق ما شفتها، في بيت ما أعرفه ده بيت ذاته بينطح عنده قرون فوق بيت، حافلات حافلة حافلة عديل اشتروها حافلة، تلقى معلق لي جزمة صغيرة تحت ولا شعرة فوق في الحافلة سوي لها، تقول لي الجزمة دي شنو؟ يقول لك عشان عينه لا تحت ينشغلوا من الحافلة ما يطقوها عين. يا أخي معقولة في عين بيصدوها بجزمة صغيرة؟ جزمة مقاس كم ذاته دي ذاته؟ كله هوس والله الذي لا إله غيره. أيما الناس تعتقد في الله العقيدة الصحيحة البنجي الله والبيحفظ الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وكلام واضح قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عليك الله في كلام أوضح من ذا، وإن يمسسك الله بضر شان لا تعلق لك حجاب لا تعلق لك حاجة، واحد في الحصعيص لقيت عمك ببيع حجبات، ما نحن القرآن ده لازم يا جماعة ننزله في شنو؟ في الواقع ولا كيف؟ ما الله أمرك عشان تستفيد منه، لقيت عمك قاعد له في راكوبة ورا في الجزارة بتاعت الحصعيصة ورا الجزارة قاعد له في راكوبة وقال ببيع حجبات، جيت سألته قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ قال لي ده للمشاكل، تمشي القاضي ومشتري له طبلة جديدة وفيها ثلاثة إزبيرات، إزبيرين والمفتاح ذاك، قال تمشي لو عندك مشكلة مع واحد تقوم تذكر اسمه ثلاثة مرات ولا اسم القاضي محمد وتكفل وتفتح محمد، والطبلة جديدة أنا شايفها جديدة بإزبيرات وتطبل وتفتح. طيب قلت لا حاجة ده خليه، علموا الناس الإجرام ده خليه، الثانية دي الحجاب الثاني ده حق شنو؟ قال لي ده خاص بالتجار، تخدته في المحل الزباين ديل بيجوك كده كرر حجاب، قال بتاع زباين، هو عمك اللي بيبيع فين؟ زبون ما معه اللي بيبيع فين ذاته، ولا نفر ما معه إلا أنا بس، وأنا جيت أنصحه ما جيت أشتري منه ذاته. معقولة يا أخي في حجاب بتاع زباين؟ يا أخي أكتر ناس مفلسين في البلد دي بتاعنا الحجبات، أكتر ناس ما لقيت لي زول مرطب لابس الحجاب انت لاقاك يقول لك يا زول جلابيه مكويه انا لخبطها بحجاب، تلقى مفلس وعمك للظهر ما فطر تقول له فطرته يقول لك ما ترزقنا لسه، وطيب شغلك حجابك ده بيشتغل الساعه كم؟ ده شغال دوام بالليل ولا شنو؟ معقوله يا اخي؟ الله قال في القران وما من دابه في الارض، شو القران ده واضح كيف، وما من دابه في الارض إلا على الله رزقها، ما بس هسيت كان ادوك ملوى بتاع عيش قال لك شتت للنمل، لا بيشتت له أكل، قال لك النملة دي جوا بيتها عامل كيف؟ تراه القد البرة ده انت شايفه الجحر ده، لكن جوا الجحر ده متجه شرق ولا شمال ولا جنوب؟ لو جبت بطارية ذاته ما بتشوفه صح ولا ما صح؟ الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش من فوق سبع سماوات قال لك وما من دابة في الأرض
إلا على الله رزقها، ما بس كذي، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في عظمة أكثر من كذي؟ زول تلقاه بيزرع، شغال في الزراعة، يجي الظهر وقت الفطور تلقاه شايل له عمود جايبه من البيت، عنده شجرة هناك في البلدات ولا في الحواشة، عنده شجرة فيها ظل، تلقاه يقعد تحت الشجرة ويطلع الكور بتاعة العمود ويأكل، وأثناء ما بيأكل الصفق واقع، صفر صفر بقع. كان قال له الشجرة دي حقت منه؟ يقول حقتي أنا في مزرعتي. كان قال له فيها كم صفقة؟ بيعرف؟ بيعرفها يا جماعة؟ شجرته ذاتها ما بيعرفها. الله قال لك عن نفسه سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، صفقة صفقة في الأرض كلها مش في شجرتك دي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تساوي به مخلوق؟ تقول يا الله ويا فلان، تعتمد على الله وعلى فلان، هو ده ما الشرك ذاته. وانت قالت شرك شنو؟ زول قال يا رب نجيني من الكرب، نادى كم؟ نادى واحد، ده موحد. شفت مما تلقى نفسك طوالي بتتوجه الى الله وما بتتوجه لغيره، انت موحد، انت زول تمام. يا رب نجيني من الكرب، انت موحد لانك ناديت كم؟ واحد. يا الله ويا فلان، ناديت كم؟ واحد ولا اثنين؟ ده توحيد يا جماعة ولا ده الشرك؟ ده الشرك ذاته، بس بفهم بسيط، ده الشرك ذاته. يقول لك يا مولانا لكن احنا ما بنقول ده زي الله في اي شيء، وما الكفار زمان ما بقولوا اصنام دي زي الله في اي شيء، ما بقولوا كذب، صعب يقولوا دي آلهة، لكن هم صنعوها بيدهم، وما بقولوا أصنامنا دي زي الله في أي شيء، ما بقولوا كذا. أقرأ القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم، لو قلت لهم أنا خلقكم منو، ليقولن الله. والله دي في سورة الزخرف الصفحة الأخيرة، قال ولئن سألتهم الكفار، لو سألت أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء الكفار، كان سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم، يا أبا جهل خلقك منو، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب ما لهم بيكذبوا وبيقعوا في الشرك وكذا. في نفس السورة في الزخرف في الصفحة الأولى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شوف الناس ذي الكلام واضح كيف. في سورة المؤمنون أو المؤمنين: قل لمن الأرض ومن فيها، ما الأرض بس، ومن فيها، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. هل بيقولوا ذي المنون؟ الكفار ذات. طيب مشكلتهم شنو؟ قالوا الله كان مشينا ليه عديل ما بيقبلنا، عندنا ذنوب، نجيب له وصايد، الله نجيب له شنو؟ وصايد سبحانه وتعالى. قال الله عنهم في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هنا قدم الضرر، ولا ينفعهم، هن عارفين أصنام صنعها براهم يا جماعة، الزول صنع صنم حجر براو، لخ الطين براو، جاب لك وريك ولا لخ بيده عليهم ربه، لخ له طين وسوى له صنم، وهو أطول من الصنم، أنت كذا فكر في الموضوع ده، هو ذاته اللي بيعبد ده أطول من معبوده اللي بيعبده ده، وأطول منه أضخم منه، وهو بحرك يده الصنم ماله، ما بحرك يده. بعد ده
قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نازل بعرف الله، لكن قالوا ديل بس بيشفعوا لنا عند منو؟ عند الله. الله دي ما داير. قال ألا لله، في سورة الزمر، ألا لله الدين الخالص. الله داير دين نظيف، انت زي الموية دي دار تشربها نظيفة، لله المثل الأعلى، هو غني عن الطعام والشراب ويش، مويتك دي دار تشربها نظيفة، تجيب لك كولر وبتجيب لك قبلية فلتر وتسوي لك حاجات وأشياء وتجيب موية صحة. قال لك لله المثل الأعلى، غني عن الشراب والطعام، لكن العبادة دي هل هو غني عنا؟ لما تتقرب له بها تجيبها نظيفة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس عشان يقربونا لله، دي الله ما داير، الله دايرك تجي عديل. شفت لو لخبطت الدنيا دي ذنوب وغاني وحفلات ومعاصي وفجور، الدنيا دي لخبطتها كذا، لما تجيو ما تجيو بواسطة، تجي عديل تقول لي الله أنا غلطت أغفر لي، عديل كذي براك كذي بيغفر لك. لكن مما تجيب بواسطة، يا الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني إلا أجيب لك فلان، إنت يا دوب قليت أدبك، والذي ما قلت أدب دي قلت أدب. الله قال كذي في القرآن، بديك الدليل، دسو أدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني، شوف الخطورة وين، لكن أنا جيتك بيدا تقبلني. الله قال في القرآن قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعد قال وما قدر الله شنو حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال لك في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن كان في إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون في الأولى، الثانية يتقون مش يتفكرون، يتقون الثانية، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، شوف المثل ده واضح كيف، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، دي في رواية حفص، في رواية الدوري سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لك لو في اثنين في السوق، في اثنين، الاثنين ديل من الرقيق بيشترون، يعني الاول جو يشتركوا فيه 10 انفار، واحد دفع 100، واحد 200، واحد 300، واحد 300، واحد كذا كذا كذا، قاموا 10 جمعوا مبلغ طوال يشتروا الزول، لا زمان الرقيق اشتروه شركاء متشاكسون، هم ذات الشركة ديل ما متفقين، شوف الزول ده تعبان كيف، اشتروه 10، واحد قال له قم على حيلك، الثاني قال له اقعد، شوف الزول ده بيتعب كيف، واحد قال له ما كلهم اشتروه اسياده يعني، واحد قال له قم، الثاني قال له اقعد طوالي، الثالث قال له اقول لك شيء ارقد،
الرابع قال له امشي السوق، الخامس قال له اسقل الشجر، السادس قال له البهائم ما تنسى، السابع قال له سوي الاكل، الثامن قال له ما القاك في السوق، التاسع قال له لا مش، العاشر قال له اقول لك شيء، التسعة ديل ما تسمع كلامه. الزول تعبان ولا ما تعبان يا جماعة؟ ده واحد. الثاني سيد واحد بس، سيد واحد قال له اسمع، من الصباح لما تطلع الشمس، من الصبح تطلع الشمس الزرع ده تسقيه، طلعت الشمس لحد وقت الضحى ترعى البهائم دي، من وقت الضحى للظهر تجيب حاجات الأولاد في البيت، من الظهر للعصر أديها راحة نوم عشان تقوى، بعد العصر تعال حلب البهائم، بعد المغرب أمش تاني ما داير منك شيء. سيدكم واحد عنده برنامج معين، وذاك سيادكم عشرة، وأي واحد دايره. الله قال لك في القرآن ده مثل للموحد والمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، المرتاح ياتو السيد واحد ولا العشرة ده؟ أبا عشرة ده مش الواحد بس، زي ما قالوا أولادنا دي وعم أعمامنا دي، سيدك واحد انت. هسي عليك الله أنا أعتر، أنا هذه لي سبعة أعتر، عربية دارة تنقلب، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، ده في الشرق ده في الغرب ده في الشمال ده في الجنوب ده في الوسط، ده بياكل أنا بنادي فيه وهو بياكل، هذا يتم أكله ده ولا يلحقنا أنا؟ ولو لحقنا أنا وناداه واحد تاني يلحق ياتو فينا ينجي ياتو وهو بياكل. العربية لو دارت تنقلب الساعة 3 صباحا والزول ده نايم، أنا أقعد أنتظره كذي ما بتكون اتقلبت واتهرست ذاته، أنتظره لما نصحى. لكن شوف الله قال عن نفسي شنو قال في القرآن، أول شيء قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب، واحد دي خدتها بجنب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دي واحد خدتها بجنب. اثنين قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دي اثنين خدتها يعلم سبحانه وتعالى. ثلاثة قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت ما تفكر في القيوم دي معناه شنو؟ القيوم دي ما بتلقاه إلا عند الله سبحانه وتعالى، الصفة دي القيوم القائم بذاته لا يفتقر إلى خلقه، قائم بذاته قائم بشؤون خلقه، أو شيء قائم بذاته غني عن العالمين. اثنين قائم بشؤون خلقه يدبرها سبحانه وتعالى. بعد قال لا تأخذه شنو سنة ولا نوم، سنة ما بينعس، لا تأخذه سنة ما بينعس ولا نوم، لكن زولك دانا ناديه نايم نص الليل نايم يشخر، دي حلوها كيف ذاته. لذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار، لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. وبعدين زولك دب موت، زول يا جماعة بالراحة، لا نبذ ولا شتيمة ولا شيء، بالراحة كده زول مات، مات جرده من الثياب كر ما قادر يتحرك، غسلوه قلبوه ثلاثة جرادل خاتين، غسلوا تمام دعكوه قصوا له شنبه ضفوره قاعد، وجابوا أكفان ثلاثة قطع فرشوها في العنقريب، شالوا من العنقريب اللي غسلوه فيه ده، خدتوا في العنقريب اللي فيه الأكفان وطوالي شنو طوطوا على الكفن وربطوا ثلاثة عقد طق طق طق، وخدتوا في برش
وخطفي عن قريب وشالوا أربع رجال قادر يتحرك الزولة، شالوا أربع رجال وادوا المقابر، حفروا للمطمورة كذا يتفكر بالراحة، حفروا للمطمورة مربع ده تاع القبر، وحفروا للحد ود اللحد، وشالوا أهله ولا قرايب وغيره دخلوا جوا القبر، وبيجنبه الزول ذاته لو حي شفت لو زول رقد بيجنبه ما بقوم عليك الله الليلة جربها بالليل، كم مرة أنا بقول جرب التاس الليلة دي، بس لما تمشي تنوم خد عن قريبك مع الحيطة تخيلوا ده القبر، بس شغل المروحة مع السخان ما مشكلة، شغل المروحة شفتها خدته مع الحيطة وأرقد بجنبه، أسألك بالله الليلة سويها سويها، أرقد بجنبه على يدك تقدر تقوم؟ ما على ظهرك ولا على بطنك، على يدك والله ما تقوم، لو بقيت أقوى زول شفت راقد على يدك ما بتقدر تقوم، وبجنبه لأن الزول بجنبه ما بيتلوي، لو فوق ولا تعب بتلوي بجنبه ما بيتلوي، خليه في حفرة وبعد ده يجيبوا اللبن تقيل ما شفت طول المغابر تقيل كيف يجيبوا طق 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 طق، ويجيبوا الطين يليسوه ما بخلوا لك نفس يليسوك جوا، بعد ده يجيبوا التراب الأذان الزناد، فبعد يدفنوه ويجيبوا الطين وكذا وكذا يحطوا فوق اللبن والتراب، بعد ذا الأربعة ديل دفنوا ذاته يمشوا مسافة يمشوا لهم قرية ولا مدينة يعتروا ينادوه زي دفهم شنو وزول انت دفنته، الزول الدفنه ده بيدعوا له ولا بيطلبوا منه الدعاء؟ الدفنه ده بيدعوا له صح ولا ما صح؟ انت زول ميت وانت حي يعني انت عندك فرصة تدعو لأن الروح في الجسد إلى الآن، والميت ده انت بتدعو له مش هو بيدعو لك لانه انتقل الى دار اخرى غير الدار التي كانت فيها الحسنات وفيها الاعمال الصالحه. اشكي النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم اذا مات الانسان، في ناس بيقولوا اذا مات ابن ادم، قال في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، عمله ده قال لك شنو؟ انقطع، يبقى هو جوه ما بيقدر يسأل لك، يبقى ما بجوز لي زولي مش لميت يقول لي أدعو لي الله وإنت قريب من الله، هو جوه ما بيقدر يدعو لك لأنه هو مشى لدار شنو؟ دار تاني. أيوة قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، والثلاثة ديل ما فين إنه هو بيدعو لك بل العكس، قال إلا من صدقة جارية، صدقة ذي عمله أو علم ينتفع به، العلم ده نشره قبل ما يموت أو يتسبب فيه، أو ولد صالح شنو يدعو له، يبقى الولد هو اللي بيدعو لشنو للميت وليس الميت هو الذي يدعو الولد. عشان كذا يا جماعة آخر نقطة إن كان نقاط كثيرة جدا بيذكروها في المسألة دي، نحن والله دارين الناس بس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، نريطها زي أيوب عليه السلام قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مريطها طوال يا شافي أشفيني، تاني سوي السبب أمشي للدكتور والحقن والحبوب ما مشكلة يعرف انه اللي بيشفيك منه الله سبحانه وتعالى، وما تمشي لدجال ولا لعراف ولا تمشي لزول يديك محايات وبخرات، دي والله ما من الدين في شيء، لا بتلقاها في القران لا في السنه، يجيبوا الواح يكتبوا فيها سكن وحاجات قران يكتبوا بالسكن ويحطوه في مويه ويقول لك اشرب فيه شفاء، ما عملوا الرسول عليه الصلاه والسلام شغل زي ده ما عملوا، الناس قامت عليه وما عملوا، وذاته اللي بيعمل الحاجات دي لما نمرض بيمشي الدكتور، الناس ذاته اللي بيعمل الحاجات دي هو لما نمرض بيمشي الدكتور، ومرات يموت في المستشفى هو ذاته تلقاه يموت جوا في المستشفى،
وانت تيجي مسكين يديك لا يقول لك هاك اشربه وفيها الشفاء، ترفع مخدته الشيخ ذاته تلقى صيدلية الشفاء اليد البيضاء، تلقى عنده حقنتين وثلاثة حبات وخمسة كبسولات، انت ما تشرب شغلك ده؟ يقول لك لا لا الشغل لك دي ما معقولة يا جماعة، ولا يكتب لك قرآن يقول لك اتبخر به. القرآن الله ما نزله لك كده، القرآن ده في السودان ده عملوا في عمايل عجيبة خلاص لا صح التعبير، في السودان واحدين ربطوا حجبات، ما بجوز في الشريعة، ابن مسعود قال ما بجوز تعلق حجاب ولو من القرآن تميمة، قال واحدين سووا زينة في البيوت، زينة سورة ياسين سورة، واحدين خاتينه في العربات تلقى خاتين في القزاز الهايس هايس، تلقى المصحف قدام جنب الطبلون بفوق الهايس، تلقى المصحف المصحف في الهايس فوق، وتلقى تحت شغال بسري ما مشكلة، المشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة، شغلتك دي ذاتها مشكلة، مشكلة بتاع شنو وذاته شغلك ده غلط، ما تخات قرآن وتشغل غنى كيف ذاته، والقرآن بيخدته كده، واحدين حلوه سووه في أوراق زي الألواح دي اكتبوه وحطوه يشربوه، واحدين ساوينه بخرات، ده كله القرآن ما نزل عشان كده، القرآن ده الله وراك نزله لشنو؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وحتى الشفاء الشفاء تقراه القرآن ده تقراه تنفث في نفسك ولا في المريض، ولا تقراه وتنفث في موية وتشربها، دي بتختلف دي ما فيها ضرر، انت بتقراه وبتنفث في الموية وتشرب دي ما فيها ضرر دي رقية، وننزل من القرآن ما هو شنو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما تكتب في لوح بسكن وتحط السكن ده فيه ضرر، والرسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. فآخر نقطة يا جماعة، من كان نقاط كثيرة جدا، إنه كثير من الناس بيفهم إنه دعوة التوحيد نبذ للأولياء والصالحين بحق، ونحن الموضوع ده ماذا نكثر في الكلام يكفي بس فيه لأنه الزمن، وإن كان مفروض نفصل لكن الزمن ما بيسعنا، بس يكفي 10 دقائق فاضي يكفي بس نناقش نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولى، الولي ده منو يا جماعة؟ نحن ده نعرف الولي هو ذاته منو؟ الولي ده عشان تعرفوا باختصار شديد تقرأ الآية 60 61 62 63 من سورة يونس تفهم الولي تماما. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أول شيء أقف مع هذه، قال لا خوف شنو؟ عليهم. قال لا خوف عليهم ولا على البنادون؟ قال لا خوف عليهم، هم ذاتهم هم أولياء، لا خوف عليهم مش على الزول البناديون، دي تقف معاه، ولا هم مش البناديون، ولا هم يحزنون. الأولياء ديل منو؟ الذين، وده اسم موصول في اللغة، دار تعرف الأولياء؟ الأولياء ديل منو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، من البشرى الثناء الحسن، ومن البشرى الرؤية الصالحة، ده في التفسير، مش البشرى إنه يطير ولا يدي جنى، يدي جنى دي كفر بالله، ما بذل بيدي جنى. الله قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ما بذل بيدي جنى، ولا بزول بيعلم الغيب يقول لك انا بعرف الرايحه وين وبجيبه وين. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب ده ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ده زول كاهن وعراف ودجال اللي بيقول كلام زي ده. فيبقى الولي يا جماعه النقطه الاولى، ده الزول المؤمن تقي،
بنص القرآن الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. أرجع تفسير ابن كثير وأرجع تفسير السعدي، من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. دار تبقى ولي من المسجد داسي من هنا، دار تبقى ولي أي سهلة جدا، لا دار تذكرة لا دار تأشيرة لا دار قروش لا دار يكون أبوك فلان ولا قريبك فلان ولا أنت من قبيلة فلان، لكل ما عنده علاقة بالولاية، عنده علاقة بالولاية الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. والقرآن ده كله كذي، الآيات اللي بتناقش المسألة دي أو بتتكلم في المسألة دي، الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. كن مؤمن تقي. الإيمان وين يا جماعة؟ الإيمان مش في أوج في القلب وفي الجسد. طيب التقوى وين؟ مش الرسول قال التقوى شنو؟ ها هنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب إذا الإيمان والتقوى في القلب، أنت إيه بتقدر تقول فلان ولي؟ ما بتقدر. لو شفته بيعمل عمل صالح بتقول أحسب ولي والله حسيب، لكن ما بتقدر تجزم. ليه؟ لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهمت المسألة؟ ولأنه يا جماعة في صحيح البخاري، أسمع الحديث ده حديث واضح في المسألة، في صحيح البخاري أن أم العلاء رضي الله عنها، والله الحديث ده واضح جدا وده بخليك تاني ما بتشكر لك زول ساي، أن أم العلاء رضي الله عنها قالت لما مات عثمان ابن مضعون، حديث ده في البخاري، عثمان ابن مضعون ده أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضع سوا أخوه، عرفت المسألة؟ لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه قالت أمه أم العلاء هنيئا لك يا أبا السائب، كنية أبو السائب، هنيئا لك يا أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأرجو له الخير، صحابي برجو له الخير، وما أدراك أن الله أكرمه؟ قال لا وراك من أن الله أكرمه، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، حديث في البخاري. قال لا وما أدراك أن الله أكرمه أما أنا فأرجو له الخير. قالت أم العلاء والله لا أزكي بعده أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مادحا أخاه لا محالة، أو دار تشكر لك زول شفته بصلي وعابد وكذا، فليقل أحسبه كذا والله حسيب. قل أنا بحسب الزول لصالح، لكن ما تجزم لأنه الشغلة دي جوا وجوا دي أنت ما بتعلم بها، هل هو مخلص ولا ما مخلص، أنت عليك بالظاهر بتقول أحسبه والله حسيب. فهمت المسألة؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية يا جماعة، الصالح ده ما بلغ من الصلاح، ده ليه نفسه، والقرآن قال كذا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. والله قال لك في القرآن في ناس قالوا أجدادنا أنبياء في سورة البقرة، ناس قالوا نحن تراه ما شاء الله أجدادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أجدادنا أنبياء. أرجع تفسيري من كثير، رب العزة والجلال قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم شنو ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا شنو يعملون. ورب العزة والجلال قال لك في القرآن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، عشان ما تتعلق لك بشخص، قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. شكاي بس أنت تتعلق بالله، تعبد الله، تسأل الله، تتضرع لله. وقال لك يوم لا تملك نفس لنفس شنو شيئا والأمر يومئذ لله.
وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. أوعك تمشي تقول أنا والله جدي فلان وأنا تراوي شيخي فلان وقريبي فلان قال لك شوفت لما ينفخوا في الصور ده شغلة دي كلها بتتفرتك. قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب نسب ماف انتهى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورب العزة والجلال قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. شو القرآن ده واضح كيف. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. زول تلقى ملان ذنوب يقول لك يا زول والله نحن ماسكين في فلان ترى هو برا يوم القيامة شغلتنا ماشية ماشية وين يا زول أمسك في الله إذا صح التعبير اتعلق بالله توب لي الله هو اللي بيغفر لك هو اللي بينجيك. أخير في الدنيا دي شفت قبل روحك تمرق ولي الله أنا غلطة أغفر لي فلا ست دربك بمرق ويا الله أنا صليت يتقبل مني التدربك بمرق يا الله يتجاوز عني ودخلني الجنة ونجيني من النار كذب تنجو لكن ماسك لك في زول. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى لسه. قال وأن ليس للإنسان والله يا ما عزول بعد ده في كلام أوضح من ده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأنا أختم عشان الزمن تم. شوف هاي دقيقة واحدة أختم بها بس. شوف سورة عبس رب العزة والجلال قال فيها شنو. قال فإذا جاءت الصاخة شفت القيامة دي لما تجي يوم يفر المرء من أخيه مش الزول المعا في الدرب والطريقة والجماعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. عليك الله الشغلة دي لو ما صعبة في ذو البجر من أمه أسين جابوا لك دبابة قال لك نقتلك ولا نقتل أمك بتجر ولا بتسبي لكن يوم القيامة دي هذه أمك فر بتجر بيجاي ولا حسنة بتدي لها. ذو البجر من أمه بدي الحوار بتاعه حسنة ودي المريد بتاعه حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة في التفسير وصاحبته وبنيه. الخلي يجر شنو لكل امرئ منهم يومئذ شأن شنو يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضي. فالناس يا جماعة تتعلق بالله لتعلق حجاب لسف لك تراب والسكر دين سفيته كثير بسوي لك سكري مرض تسيف تراب عديل لسيف تراب لا طف قبة لأنه الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق لا تمش لدجال تقول لي رايحة وين ما بجيبه لك. تسأل الله بس سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله وتعتمد على الله. صلي صلواتك دي خلي قلبك ده نظيف لا تعلق فيه حاجة ولا ورقة ولا قشة بس عقيدتك في الله نظيفة بعدين لو مت بتموت على الخير ولو دخلت القبر الله بنجيك ولو قابلته بعدين برحمك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. جزى الله خيرا أهل هذا المسجد ولجنته وجميع المصلين على حسن السماع. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.